السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلوق جديد، لا تنسوا لايك شير سبسكرايب. يلا بينا، رايح على ستاربكس، بمنتج فيديو امس وبنزله على طول، فرايح الحين ستاربكس بشوف اذا احد من العيال يطلع معايا ولا شيء، بكلم اشوف اذا بيطلعوا معايا حياهم الله، اذا ما بيطلعوا عاد اروح لحالي اتقهوى وعين من الله خير وانزل لكم فلوق. خلصت المونتاج، الفلوق حينزل بعد شوي ان شاء الله، فراح البيت الحين. كراميل مكياتو باقي منها شوي، تقريبا قعدت منتج ساعتين شوي زي كذا، ساعة ونص. مستانس شكلي بعتمد الطريقة هذه اني اسوي فلوق برا كذا، طقطق عليه برا يا اخي، شيء كذا مع الجو الحلو والقهوة برا الحالي يعني. رايح النادي على السريع، رايح نقرب الشمس تغرب، فرايح النادي على السريع. ما اظن اليوم ما راح اصور لكم في النادي، خلاص انا صورت يب. يلا بينا. وخلصت نادي يا جماعة، وصح بعطيكم ابديت سريع على متابعيني في اليوتيوب. طبعا قبل كانوا 1430 شيء زي كذا، فشوفوا الحين كم صاروا، 1480. يا رب زيدوا وبارك، قربنا على 1500 يا شباب. فلا تنسوا الاشتراك، لانه 90% عندي ما هم مشتركين، مشاهدين 90% مو مشتركين، فبليز بليز اشتركوا. ويوتيوب كل شيء يرسل لي ذكر متابعينك انهم يسووا لك اشتراك، فيا ليت يا شباب تشتركوا معايا، لانه في مقاطع جديده ان شاء الله جايه قريب، وكل يوم ان شاء الله حيكون في فيديو، حتى لو فيديو مثلا ممل او فيديو ما فيه محتوى او ما له فائده. فيب توي خلصت نادي، والحين والله باخذ لي عصير، نفسي في عصير سيريلاك. جيت هنا هذا سيريلاك، خلنا ادفع بس. شكرا. وصل العصير سيريلاك، يامي 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 يامي، ربي جوعان جوعان. بس قلت خلنا ناخذ تثمير اول وبعد شوية اتعشى.
شباب قاعد منتج الفيديو الجديد، لا تنسوا اللايك شير سبسكرايب ويلا.